أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. الأخت شين راء تقول: إنني امرأة أشعر بضيقة في الصدر وربما تؤثر على حياتي الزوجية. تقول: وأنا في هذه الحالة أقرأ القرآن الكريم لأنه ينشرح صدري لذلك، ولكن عند قراءة القرآن أبكي ليس على الكلام الذي في القرآن، فهل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال هذا مرض نفسي، ونسأل الله لك الشفاء آمين. والعافية، وعليك بمحاولة ترك هذا الوسواس وهذا المرض النفسي، والاستعانة بالله عز وجل، توكل عليه، والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يطرد عنك هذا المرض النفسي: ذكر الله عز وجل، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تلاوة القرآن، عدم التأثر والانفعال مع هذا المرض. كل هذا من الأسباب التي تخففه أو تذهبه عنك بإذن الله. وقراءة القرآن طيبة، قراءة القرآن طيبة وفيها أجر وثواب، سواء حصل منك بكاء أو لم يحصل، وحتى لو بكيت من تأثير المرض أو من أمر آخر، فلا يمنع هذا أن تقرأي القرآن الكريم. نعم.